تعملي ايه لو عايزه تستردي منقولاتك الزوجيه بس معكيش قايمه منقولات؟ يعني احنا عارفين ان في بعض الناس ما بتكتبش قايمه منقولات زوجيه، او ممكن تكون اتكتبت بس ضاعت. في عائلات مثلا ما بتحبش، يعني ما عندهاش عندها عرف معين ان ما ينفعش نكتب قايمه منقولات، خصوصا مثلا لو كان الازواج مثلا اقارب. فايه العمل لو انا عايز استرد منقولاتي الزوجيه بتاعت موكلتي، او انا كست عايز استرد منقولاتي ولكن انا معيش مقابل مجالات زوجيه، معيش ما يثبت مجالات الزوجيه؟ طبعا انا لو معايا ما يثبت، الاجراءات معروفه، انا محضر في الاسم بيروح للنيابه عشان خاطر يقيد جنح، بينزل جلسه، الاجراءات دي كلها طبعا معروفه وغنيه عن التعريف. لكن هنا بنتكلم على عدم وجود قائمه مجالات زوجيه. في الحاله دي بقى بعمل ايه؟ اول حاجه بروح اعمل محضر في الاسم، ولكن محضر طرد من مسكن الزوجية واستيلاء الزوج على المنقولات الزوجية، وده ممكن يغني عنه لو في محضر بالتمكين من مسكن الزوجية، عشان الاتنين برضو بيثبتوا وقعة الطرد من مسكن الزوجية. تاني حاجة بعمل انذار على يد محضر بإيه؟ للزوج بتسليم قائمة منقولات أو بتسليم منقولات عموما للزوجة. يعني أول حاجة بعمل محضر بالطرد، تاني حاجة انذار على يد محضر بتسليم المنقولات الزوجية للزوجة، تالت حاجة بلجأ لمكتب تسوية المنازعات الأسرية محكمة الأسرة عشان خاطر إن أنا هرفع دعوة بعد كده، دعوة اسمها استرداد منقولات الزوجية بدون قائمة منقولات. بعد ما بلجأ للتسوية طبعا بتاخد المدة المعروفة، بروح أرفع دعوتي عريضة موقعة من محامي بحافظة مستندات فيها صور، يعني يا ريت تكون بقى صور من فواتير الشراء الحاجات دي لو اي حاجه موجوده تثبت يعني. بعد كده طبعا عارفين اجراءات بقى الدعاوي، وتنزل بقى قدام المحكمه. اهم حاجه ان انا بطلب قدام المحكمه حاله الدعوه للتحقيق لسماع الشهود، وطبعا الزوجه هنا لازم تجيب شهود يكونوا طبعا عارفين كويس جدا القصه، عارفين المنقولات هي ايه، اوصافها ايه، ما شابه ذلك. يعني طبعا المحامي كده كده بيكون طبعا مع الزوجه، بيعرفها كل حاجه وبيعرفها التفاصيل ودق التفاصيل، وفيها طبعا تريكات معينه بتحصل هو اكيد المحامي بيعرفها وقتها. وما عنديش مانع لو في اي زميل حديث التخرج ولا اي حاجه حب يسالني في الرسائل، البيدج بتاعتي هتبقى موجوده تحت الفيديو دوت، يخش يسالني في الرسائل معينه على في بعض التريكات كده اللي ممكن تحصل في القضايا اللي زي ديت، عشان ما فيش حاجات معينه ينفع اقولها كده على الملأ. بس اخيرا طبعا لما بناخد بقى حكم ان شاء الله يعني باسترداد المقررات الزوجيه ديت، بننفذه عن طريق المحضرين بتاع التنفيذ، بنعلن يعني طبعا بمكافاه المقررات بالصيغه التنفيذيه بتاعتها، وبننفذ عن طريق بقى المحضرين. في سؤال هنا بقى بيتكرر كتير جدا بيسالوني عليه، بعض السيدات يعني بيسالوني على الرسائل الخاصه للبيج، بيقولوا لي ان هي عايزه تخلع جوزها، يعني تلجا لقضيه الخلع، ولكن خايفه انها تتحرم من مكافاه المقررات الزوجيه بتاعتها. اللي انا باكده هنا ان طبعا مفيش ولا قانون ولا قضاء ولا الشرع بيقول ان الزوجه ممكن تتحرم من قائمه المنقولات الزوجيه بعد الخلع، لا، سواء خلع، سواء طلاق للضرر، سواء طلاق بالاتفاق الودي، سواء طلاق بالاراده المنفرده للزوج، كل الحاجات دي طالما الزوجه معاها قائمه منقولات زوجيه من حقها المنقولات، معهاش بنرفع دعوه استرداد منقولات زوجيه بدون وجود قائمه المنقولات. وده اللي انا كنت حابب اوضحه في الفيديو دوت عشان خاطر الاسئله كترت عن الموضوع دوت بالذات. فأتمنى إن شاء الله أكون أنا فدتكم بحاجة.